بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم اخواني؟ الله استجاب الدعانة ودعاء الناس الطيبة وهطول هاي الامطار الغزيرة حتى تطفئ الحرائق اللي موجودة بتركيا. يا ربي الف الحمد لله والشكر. سبحان الله ما شاء الله، 7 سنوات في تركيا ما شفت هيش مطر قوي. 7 سنوات سبحان الله ما شاء الله.